راح اسوي لكم ريوق صحي كلش كلش سهل. احتاج شوفان، كل واحد حسب اللي الكميه اللي تكفي. انا تكفيني يعني تقريبا نص كوب. اوكي، بعد شوي. وحليب جوز هند، تقدرون تحطون حليب لوز او حليب عادي اللي يعجبكم. اوكي، غطيت الشوفان بحليب جوز الهند، يعني تخلون كميه كافيه اي نوع سائل، اهم شيء يتغطى بالكامل بالسائل. بعد شويه محتاجين هيك بحيث يصير، لانه راح يتشرب. بعدين تحلوه بعسل او تمر، انا راح استعمل تمر. حطه هيك 4 تمرات او 3. اخر شي نغطيه ونحطه بالمايكرويف. على المايكرويف تقريبا دقيقة الى دقيقتين. بعدين تقدرون تحطوه بالثلاجة شوية يبرد اذا تحبوه حار او تحبوه دافي. الشوفان استوى تماما، صار مثل يعني قصيدة كاستر، والتمر ذاب بي. طبعا هاي الوجبة مثالية للأطفال حتى قبل عمر السنة، بس تقللون التمر أو تشيلون القشر مالته لأنه شوية ألياف هواية يعني صعب عليهم. تزينوه بأي شيء تحبون أنتو على الوجه، وأنا راح أحط شوية بذور اليقطين. شوية جوز هند، شوية هواية، وخلاص هذا الريوق الصحي مالتنا. ان شاء الله يكون يعجبكم وتسووه وتدزوا لي تطبيقات.